السلام عليكم، معكم بون بون. طبعا أنا في الفيديو اللي فات عن لعبة آيس كريم 4 أشرحت فيه تقريبا كل شيء يخص اللعبة، سواء من حيث الأسرار المخفية، مختصر اللي حصل في الجزء الرابع، هتلاقي رابط الفيديو ده في الوصف. بس أنا بعد شرح لكل شيء عن اللعبة مازال في بعض الأسرار المخفية اللي أنا مذكرتهاش، وكان في تساؤلات كتير حتى بعد نزول الجزء ده، زي شخصية إيفل نون مظهرتش ليه في الجزء ده رغم إنه كانت المفروض تظهر، وليه مشفناش كاتسينز توضح قصة اللعبة زي الجزء التاني والتالت من اللعبة. وانا هجاوب لكم على التساؤلات في الفيديو ده. غير كده في اخبار مهمة نشرها مطورين اللعبة تخص لعبة ايس كريم وايفل نان، لذلك انا قررت اعمل لكم جزء تاني من الحقائق احط فيه كل الحاجات دي. بس قبل ما يبدأ الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان تنضم لجيش الاقنعة، لان لاحظت برضو ان في ناس كتيرة منكم بيشاهدوا القناة مش بيشتركوا فيها، فحب اقول لك ان اشتراكك هيساعدني جدا ويخليني انزل مقاطع باستمرار. وما تنساش تتابعنا على حساب الانستجرام، الرابط بتاعه في الوصف. مطولش عليكم وسيبكم مع موضوع الفيديو. اول شيء نبدا بالسؤال المهم، وهو ليه شخصيه ايفل نان ما ظهرتش في الجزء ده، واحنا كنا متوقعين انها تظهر في ايس كريم 4 بسبب نهاية لعبة آيس كريم 3 اللي بتظهر فيها إيفل نان بعد ما خلصت ال 40 سنة اللي كانت محبوسة فيهم في المدرسة بتوع عد الشيطان، وخرجت أخيرا من المدرسة عشان تشوف ابنها رود اللي ما شافتوش من وهو طفل. فالمفروض في الجزء ده على الأقل كنا نشوف نهاية سرية أو كاتسين وهي بتقابل رود. وأنا الصراحة اعتقدت إن مطورين اللعبة هينزلوا تحديث جديد للعبة دي هنشوف فيه إيفل نان وهي بتتقابل مع شخصية رود، ولكن مطورين اللعبة منزلوش أي خبر انهم ينزلوا تحديث للعبة، وانما اعلنوا انهم ينزلوا جزء جديد للعبة ايس كريم وهيكون بعنوان ايس كريم 5 فريندز، وقال ان الجزء ده هيكون برضو بداخل مصنع والد رود، وهيكتشف اكتر المصنع بتاع والد رود والاماكن السرية اللي فيه واللي احنا مشوفناهاش في ايس كريم 4. فاحنا من خلال لعبنا للعبة ايس كريم 4 هنلاقي في اماكن كتير مغلقة وينفعش نروحها، فمعنى كده الاماكن دي هتتفتح في الجزء القادم من اللعبة واللي هيكون اسمه ايس كريم 5 فريندز، وهنقدر نشوفها ونكتشفها. ولعبة ايس كريم 5 فريندز هتكون مختلفة تماما عن الاجزاء اللي فاتت، لان في اللعبة دي هيكون متاح لينا اننا نلعب بشخصيتين، الشخصية الاولى وهي مايك واللي هو هيكون واحد من اصدقاء جاي اللي احنا بنلعب بيه، والشخصية التانية هتكون جاي نفسه اللاعب اللي متعودين دايما اننا نلعب بيه في كل الاجزاء. ولما تختار شخصية من الشخصيات دي هتشوف مسار احداث مختلف عند كل شخصية. فلو انت مثلا اخترت مايك هتبدأ من الجزء السفلي من المصنع اللي هو نزل فيه من أنبوبة مع أصحابه في نهاية لعبة آيس كريم 4، وهتحاول إنك تخرج من الجزء السفلي باستخدام شخصية مايك. ولو أنت اخترت جاي هتبدأ من غرفة المراقبة اللي موجودة في الجزء العلوي من المصنع اللي جاي دخلها في نهاية لعبة آيس كريم 4 عشان يحرر أصحابه واتحبس جواها، وتحاول وقتها إنك تخرج من المصنع برضه وتتقابل مع أصحابك اللي نزلوا في الجزء السفلي. وفي الجزء ده برضه هنسمع لأول مرة صوت شخصية جاي أو اللاعب اللي بنلعب بيه، وده هو صوته. All good over there. Perfect. Let's continue with the plan. This time, I'm gonna get it. في آيس كريم 5 فريندز هيكون في كاتسينز عكس الجزء الرابع اللي ما فيهوش أي كاتسينات خالص، والكاتسينز دي هتوضح لينا ماضي جوزيف والد رود، ممكن هنعرف كل حاجة عنه ومختبئ وراه. فاحتمال كبير نعرف ازاي هو اتبنى شخصية رود وبقى والده، رغم ان والد رود الحقيقي يكون الشيطان وامه تكون ايفل نان. ونعرف كمان الماضي بتاع مصنع والد رود وايه اللي حصل فيه بالظبط خلاه متدمر بالشكل ده ومهجور. واحتمال كبير برضو اننا نعرف الطريقة اللي جوزيف مات بيها ومين اللي قتله، وهنشوفها في كاتسين من الكاتسينات، بمعنى ان احنا هنعرف هل فعلا مستر ميت هو اللي موت جوزيف زي ما استنتجت في الجزء الاول من الفيديو، بحيث ان قلت ان ايفل نان عقدت صفقة مع مستر ميت في مقابل انه يقتل جوزيف واستعاد كتاب الوصفات اللي هو سرقه عشان تهديه لابنها رود، وان مستر ميت هو اللي كسر المصنع لما دخل يستعيد الكتاب. وقلت ان ايفل نان مش هتقدر تعمل الكلام ده لانها محبوسة 40 سنة في المدرسة بسبب شروط عقد الشيطان، وانا استنتجت الكلام ده من خلال اللوحات اللي بنشوفها في اللعبة وفيها رسائل مخفية. ولو ما شفتش الفيديو ده هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف شوفه عشان تفهم كلامي اكتر. والنظريه اللي ذكرتها دي كانت صحيحه، فالمفروض ان احنا نشوف مستر ميت في الجزء القادم
في الكاتسينات. فمعنى كده ان الجزء القادم هيكون فيه كاتسينز توضح قصة اللعبة اكتر ونشوف الاحداث بعينينا بدل ما احنا بنخمنها. ولذلك كبرنا ستيم مطورين اللعبة مضافوش كاتسينز في ايس سكريم 4، وده لانهم هيحطوها كلها في ايس سكريم 5 فريندز. وعوضا عن اضافتهم لكاتسينات، اضافوا لنا اللوحة دي اللي بتلمح للي حصل في المصنع ولشخصية والد رود بطرق سرية مربوطة بلوحات في العقيدة المسيحية. بس ليه برضو ايفل نان مظهرتش في الجزء ده؟ انا اعتقد ان فريق اللعبة مش عايزين يخلوا رود وايفل نان يتقابلوا الا لما يستكشف مصنع والد رود بشكل كامل ونعرف الماضي بتاع والد رود اكتر، لانه اكتر شخصية ما نعرفش عنها معلومات كتيرة. فاحتمال انهم يخلوا مقابلتهم في نهاية الجزء الجاي او اللي بعده حتى. فاحنا مش عارفين هيفضل كام جزء في المصنع الكبير ده. وايس سكريم 5 فريندز متوفر على جوجل بلاي لكن بتسجيل مسبق بس وما نزلش رسميا. في مكان في لعبة ايس سكريم 4 بنلاقي فيها بضعة اختراعات بتعود لجوزيف سوليفان، زي آلة تصنيع ايس كريم قديمة وكوباية ايس كريم. الايس كريم لما يتحط فيها مش بيدوب، وغيرهم من الاختراعات المثيرة. والاهم من كل ده اننا هنلاقي نسخة بدائية من شخصيات الميني رودز اللي بنشوفهم في المصنع، واسم النسخة دي هو بروتوتايب ميني رود او ميني رود النسخة البدائية. وهنلاقي مكتوب عنه انه بيعمل مهام بسيطة زي الكنس او المشي ببطء، عكس شخصيات الميني رودز اللي بتكون سريعة جدا وبتنقل الرود عشان يمسكك. وبروتوتايب ميني رود هينشط في الجزء الخامس من لعبة ايس كريم، وهيكون في الجزء السفلي من المصنع. ومن الواضح ان الشخصية دي روب بيستخدمها في توليد الطاقة للمصنع، فمن صورها في بوسترات ايس كريم 5 فريندز هنلاقي انه بيحرق الخردة في مكينة ضخمة. من الواضح ان هي المولد بتاع المصنع وبيدي طاقة للمصنع. وانا اعتقد ان في اكتر من نسخة لبروتوتايب ميني رود هنشوفهم برضو في الجزء القادم من اللعبة، وهيكون ليهم حركة، او ممكن يكون بروتوتايب ميني رود واحد هو اللي بنشوفه في المصنع. فالمطورين موضحوش قوي هيكون في كام واحد. كبرينا ستيم وضحوا نقطة مهمة قوي في قصة اللعبة من خلال فيديو ليهم على اليوتيوب في قناتهم، وهو انهم قالوا شيء يخص الماضي بتاع رود وجوزيف سوليفان لما كانوا مع بعض وقبل ما جوزيف يموت. هو ان جوزيف سوليفان بعد تمنين شخصية رود كان جوزيف معين اشخاص كتار في المصنع بتاعه عبارة عن بشر عشان يشتغلوا فيه، وهم نفسهم اللي نشوفهم في الصورة دي. لكن مع مرور الوقت جوزيف ورود بدأوا هما الاتنين يصنعوا روبوتات تشتغل في المصنع، وبدأ الموضوع معاهم بصنعهم لنسخة بروتوتايب ميني رود او ميني رود النسخة البدائية اللي بنشوفها بداخل اللوح الزجاجي. فعشان كده جوزيف قرر يتخلى عن كل العاملين بتوعه واحد تلو الاخر، واستبدلهم كلهم بروبوتات، وبقى بيشغل الروبوتات دي بدلا من العاملين. وبعد تخلي جوزيف عن العاملين بتوعه، مع الوقت رود قدر يطور النسخة اللي اسمها بروتوتايب ميني رود لنسخ احسن، وهي نسخ الميني رودز اللي احنا بنشوفها في اللعبة. النسخ دي كانت احسن من بروتوتايب ميني رود وبتشتغل احسن منه ومن العاملين اللي جوزيف طردهم. قصة نجاح اب وابن حلوة جدا، فدعني ان جوزيف طرد كل العاملين بتوعه. وانا قلت لكم في نظريتي في الفيديو اللي فات عن ايس كريم ان مستر ميت كان بيشتغل مع جوزيف وكان عامل عنده، لكنه خانه بسبب انه اتحالف مع ايفل نان. فهل ده يعني ان فعلا مستر ميت كان واحد من العاملين بتوع جوزيف، بس جوزيف طرده من شغله لانه استبدل كل العاملين بتوعه بروبوتات زي ما قلت لكم؟ فهل ده كان السبب اللي دفع مستر ميت انه وافق على التعاون مع ايفل نان مقابل مكافئتها وان يخون جوزيف سوليفان؟ لان جوزيف بسببه خسر شغله اللي كان مصدر رزق ليه، ولذلك هو قام بقتله عن طريق انه خبط السياره بتاعته بشاحنته زي ما شفنا في لعبه ايس كريم 3، وسرق الكتاب اللي طلبته ايفل نان، وكمان دمر المصنع اللي هو اتطرد منه. دلوقتي هكلمكم عن شويه معلومات عن الروبوتات اللي بتظهر في ايس كريم 4 واللي هما الميني رودز وشخصيه بوريس. نبدا بالميني رودز. صرح مطورين اللعبه انهم لما صمموا المصنع بتاع والد رود وجدوا ان رود المفروض ما يكونش الخصم الوحيد في اللعبه دي، وهيكون شيء سخيف الصراحه لو رود كان الخصم الوحيد في مصنع كبير جدا زي ده، فالمفروض يكون عنده نوع من المساعدين. لذلك قرروا اضافه شخصيات الميني رودز، هم استوحوا فكرتهم من المينيونز اللي ظهروا في سلسلة أفلام الكرتون الشهيرة اللي اسمها ديسبيكابول مي، واستوحوهم برضه من شخصيات الأومبا لومباس من الفيلم الشهير تشارلي أند ذا شوكليت فاكتوري. والشخصيات دي في الفيلم كانت عبارة عن أقزام بتساعد في مصنع الشوكولاتة، بالظبط زي شخصيات الميني رودز اللي بيساعدوا في مصنع الأيس كريم. وبالنسبة لشخصية بوريس فهو فكرته جات لهم لما شافوا إن اللعبة المفروض يكون فيها بوس
أو خصم رئيسي، فبوريس هو الخصم الرئيسي في اللعبة دي ولازم نغلبه في النهاية عشان نفوز، بالظبط زي البوسز اللي من الألعاب التانية، ولما تقتلهم بتفوز الجيم. وهم شافوا انهم عشان يصنعوا خصم رئيسي او بوس لازم يخلوه قوي وضخم زي كينج بينج من سلسلة سبايدر مان، فهم عشان كده استوحوا شكله من شخصية كينج بينج. ولقطة سقوط بوريس مستوحاة من لقطة في فيلم، ولقطة سقوط جروشكا اللي ظهرت في فيلم أليتا باتل أنجل، وصرح برضو مطورين اللعبة انهم اضافوا تماثيل خشب كتير لوالد رود عشان يعملوك زي خداع بصري ويخلوا اللاعبين يفتكروا ان ده هو نفسه رود. فانا شخصيا لما العب واشوف التماثيل دي فجأة قدامي افتكر ان رود وجاي يمسكني. ومطورين اللعبة قالوا ان شخصية بوريس والميني رودز غير قادرين على الرؤية، هم عمي تماما لانهم في الاول والاخر مجرد روبوتات، بس انا اعتقد انهم عندهم اجهزة استشعار بتخليهم يحسوا بالاشياء الدافية اللي قدامهم او القريبة منهم وبيتجهوا ناحيتها، لذلك لما نقرب منهم بيقولنا، وفي بعض الاحيان بيكونوا مش شايفينك حتى لو انت قريب منهم، فهم روبوتات في النهاية. في واحد من اللافتات اللي في لعبة ايس كريم 4 هنلاقي مكتوب فيها ان جوزيف والد رود قبل ما يكون بائع ايس كريم ناجح كان متواضع جدا وبيعيش في كوخ مصنوع من الخشب موجود في منطقة صناعية، والمثير للاهتمام ان في شخص قدر يعمل فري كاميرا وقدر يورينا مصنع والد رود بشكل كامل والاماكن المحيطة بيه. وقدرنا نلاقي الكوخ الخشبي اللي كان جوزيف عايش فيه هو موجود مباشرة ورا المصنع، ومكتوب على بابه اسم جوزيف، وبرضه احنا ليه متصور جنب الكوخ ده مع رود في صورة من الصور اللي بنلاقيها في المصنع، فده يعني ان البيت او الكوخ ده كان بتاع جوزيف وكان بيعيش فيه مع رود. بعد ما كلمتكم كتير عن ايس كريم عايز اكلمكم عن شوية اخبار عن لعبة ايفل نان. لعبة ايفل نان هنزل لها لعبتين قريب هيشرحولنا الاحداث اللي حصلت بين ايفل نان 2 وايفل نان 1. اللعبة الاولى وهي ايفل نان ميز او متاهات ايفل نان، واللعبة هيكون نظام لعبها هيكون نفس نظام لعبة دارك ريسبشن، بحيث ان احنا نجري في متاهة ونجمع عملات. بالظبط زي دارك ريسبشن، واللعبة دي هنلعب فيها بالطفل ويليام او الولد ذو اليد الزرقاء اللي هو نفسه اللي بنلعب بيه في ايفل نان 2، وبالمناسبة طلع اسمه ويليام لان في لعبة اونلاين نزلها مطورين اللعبة وهنلاقي فيها انهم منزلين شخصية على شكله The Blue-handed Child William. باسم ويليام AKA الولد ذو اليد الزرقاء، وهتشرح لنا اللعبة دي اللي حصل للطفل اللي بنلعب بيه بعد احداث ايفل نان 2. ففي نهاية ايفل نان 2 الحقيقية الشيطان بيطلع وبيعطي ايفل نان رود، وبيغمى بعدها لايفل نان وبينزل بعدها الشيطان للعب، واللعب اللي بنلعب بيه بيفضل محبوس في المدرسة من غير ما يهرب زي ما اعتقدنا في البداية، بحيث ان احنا اعتقدنا ان هو هرب ولما كبر رجع تاني للمدرسة وحرر اصحابه، بس الحقيقة هو لسه مهربش ويهرب لسه في اللعبة دي، واحنا المفروض هنشوفه في اللعبة دي وهو بيهرب من المدرسة، ونشوف برضه ازاي فقد واحد من رجليه الاتنين زي ما بنشوفه لما كبر في ايفل نان 1 لما رجع عشان يحرر اطفال. والمزيد من المعلومات عن ايفل نان 2 وعن الولد ذو اليد الزرقاء هسيب لكم رابط فيديوهات في الوصف، روحوا شوفوها عشان تفهموا اكتر. واللعبة التانية وهي ايفل نان ذا بروكن ماسك، وعدسها هتكون بعد لعبة ايفل نان ميز او لعبة متاهة ايفل نان، واللعبة دي بقى تنزل على البي سي وهتكون في سنة 2021 او السنة الحالية، وهي تعاون من كبريان ستيم مطورين اللعبة مع فريق تاني اسمه جلوستيك، هو نفس الفريق اللي صنع لعبة رعب شهيرة اسمها دارك ديسبشن، واللعبة دي هتوضح لنا ايه اللي حصل لبقية الأطفال المحبوسين في غرفة المغسلة بعد ما ويليام قدر يهرب وخسر رجل من رجلين الاتنين. في النهاية أحب أقول إن الفترة اللي جاية هتكون مليانة بألعاب كلها حماس، سواء كانت آيس كريم 5 فريندز أو ألعاب إيفل نان اللي هتنزل، بس اللي واثق منه إن آيس كريم الجزء الخامس هتكون رهيبة جدا، فأنا عندي إحساس كبير إن الجزء ده هيكون حلو قوي زي التالت. وأنتم إيه أكتر شيء متحمسين ليه؟ وفي النهاية أحب أشكر فريق اللعبة على إضافة صور قناتي في كل الحاجات دي، هما يظهروا عندك
لو كتبت اسم قناتي في الكمبيوتر اللي في المكاتب. وبس كده، سلام.